ألف مبروك ولله الحمد، أصبحت كلمة يعني تعودنا على سماعها وعلى ترديدها بين الجماهير الهلالية بعد كل مباراة يلعبها الهلال، سواء كانت في الدوري المحلي أو في البطولة الأسيوية، نظرا إلى أن الهلال في هذا الموسم بالذات يقدم هلال للتاريخ. مبروك، كلمة ولله الحمد، عسى الله يعني يجعلها عادة ما تنقطع ولا يغير علينا وتستمر إلى نهاية الموسم، لأن فعلا كلمة مبروك كلمة جميلة جدا وتعودنا عليها. لكن الأمر الغير طبيعي والغير معتاد، واللي والله يعني حالة لا تحدث ولا يمكن أن تراها إلا عند النجوم الكبار، هو الحضور والفورمة العالية اللي شفناها والحضور الذهني والتركيز العالي لحارس مرمى أثبت أنه هو الحارس الأول مش في المملكة بل في آسيا، الكابتن محمد العويس أبو لطيفة، اللي قدم والله مباراة كبيرة. يعني ما هي غريبة على أبو لطيفة أن يقدم مباراة كبيرة، لكن الأمر اللي فعلا نمسك الخشب ونقول تبارك الرحمن ما شاء الله عليك يا أبو لطيفة، أن يغيب حارس مرمى 4 شهور بسبب عملية جراحية ولا يدخل في التمارين مع الفريق إلا في تمرينين، ثم يظهر في دور ربع النهائي في كلاسيكو الكرة السعودية بهذا المستوى، هذا والله فعل لا يفعله إلا النجوم الكبار أمثال أبو لطيفة محمد العويس. تحية إجلال وتقدير لهذا الحارس اللي فعلا يعني أثبت أن الكبير كبير، وهذا والله يعني اللي أعطى المباراة يعني لذة وفرحة بالنسبة لي، هو ظهور العويس في هذا المستوى.